لو الحكاية فيها إن فيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة اللي يعني المأساة الكبيرة جدا اللي بتعيشها إخواتنا الموجودين في ليبيا دلوقتي سواء مسلمين أو مسيحيين هي مأساة تتطلب في المقام الأول تدخل الحكومات العربية، الحكومة المصرية تحديدا، وتدخل العالم أجمع لضمان حقن دماء هؤلاء وحمايتهم وترحيلهم على الأقل إلى بلادهم أو إلى أسرهم وهم سالمين بإذن الله عز وجل. أما إذا كان تم بقى موضوع الإعدام اللي هو يعني حتى هذه اللحظة لم نتحقق منه، إذا كان تم فهذه جريمة نكراء تنكرها الإنسانية وينكرها الأديان وينكرها كل إنسان عنده فطرة سليمة، ولا يوجد أي مبرر أبدا، لا إنساني ولا خلقي ولا ديني يبرر لهؤلاء أن يقتلوا إنسان هو في الأساس معصوم الدم. الإنسان معصوم الدم سواء كان مسلم أو مسيحي، لا يجوز قتل هذا الإنسان تحت أي سبب من الأسباب إلا بحكم قضائي، والذي يقيم هذا الحكم أو ينفذ هذا الحكم هو ولي الأمر والدولة المسؤولة عن رعاياه أو عن أولادها. أما أن تقوم أي جماعة أو أي فرد أو أي حزب بإعدام مجموعة من الناس أو بإعدام شخص بعينه انتقاما لفلان أو فلان أو لتحقيق هدف سياسي أو حزبي، هذه جريمة لا يعرفها الإسلام ولا تعرفها الإنسانية. والله عز وجل تحدث صراحة عن حقن الدماء وعن حماية الأنفس وحرم قتل الأنفس، فقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وسمى هؤلاء الدواعش، سماهم القرآن محاربين لله ورسوله. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهؤلاء يحاربون الله ورسوله لأنهم لا ينصاعون لأوامر الله عز وجل، وإنما يتمردون على كلام رب العالمين، وأيضا يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى لتحقيق أهداف سياسية. وأي فساد في الأرض أكبر من قتل الإنسان بغير حق؟ أي فساد في الأرض أكبر من إزهاق الأرواح وإراقة الدماء بغير حق؟ إنني أطالب أمريكا وأطالب كل الدول، إذا كانت بالحق هي دول تحترم الإنسان وتحترم الإنسانية، أن تتحرك لنصرة وحماية إخواتنا المأسورين في ليبيا أو في أي مكان آخر. وإذا كان لا قدر الله تم إعدامهم، فأنا بتقدم بصدق العزاء لأهليهم وأسرهم في مصر، وهم مصريين لهم علينا حق العزاء وحق إن احنا يعني نواسيهم ونقف معاهم ونطالب الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة للانتقام لهؤلاء.